بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيتر بيور، أهلا بيكم في حلقة جديدة من البرنامج. حلقة الليلة دي بعنوان مراجعة ليلة الامتحان لمادة التشريح لطلاب الفرقة الثانية بكلية الطب البيطري بالجامعات المصرية والعربية والعشاق الأناتومي فوق كل أرض وتحت كل سماء، تضامنا معهم في امتحاناتهم اللي تأجلت 50 يوم بسبب جائحة الكورونا. ويسعدني في بداية الحلقة دي ان ارحب بضيفي الاستاذ الدكتور محمد نزيه، استاذ التشريح بكلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد. اهلا بسيادتك. اهلا دكتور محمد. اهلا بسيادتك يا دكتور. الله يخليك. ويا ترى دكتور محمد، الامتحانات اخبار رأيي عندكم وجدول وكلام من ده وكده؟ يعني احنا عندنا مثلا سنة تانية عندهم امتحان بكرة، يعني هي فعلا ليلة الامتحان، هي فعلا عندنا سنة تانية عندهم بكرة الصبح الساعة 10 عندهم امتحان التشريح. بالظبط يا دكتور، يعني ان شاء الله بالتوفيق باذن الله لجميع الطلاب. واحنا ابتدينا بالفعل الامتحانات في الكليه عندنا والحمد لله كله على ما يرام يعني، والحمد طب لله. طب لو قلنا ان جامعه بنها وجامعه جنوب الوادي يعني قعدوا مثال جامعتين من 18 كليه طب بيطري على مستوى الجمهوريه، فاحنا عندنا في الترم الاولاني في سنه ثانيه بندرس اللور ديجستيف سيستم واللور ريسبيراتوري سيستم ومعاهم الليمفاتيك سيستم وتشريح الابدومن والسوركس او البطن والصدر. تمام. يا ترى برضه عندكم نفس الحكايه؟ بالظبط يا دكتور، احنا بندي فعلا كورس الثوركس والابدومن لطلاب الفرقه الثانيه في الترم الاول، وفي الترم الثاني بنديهم الجهاز العصبي المقارن والاجهزه المقارنه. يبقى دلوقتي مثلا في الترم الاولاني برضو زي ما قلنا كده، يبقى احنا مثلا بناخد البوست دايفراجماتيك دايجستيف تراكت، فبنقول ان دي اجزاء القناه الهضميه، هنا بتتكون من المعده او الاستومك والانتستين او الامعاء، السمول انتستين واللارج انتستين، الامعاء الدقيقه والامعاء الرفيعه. وبعدين المعدة دي طبعا زي ما قلنا قبل كده برضو في حلقات المراجعة على اليوتيوب، بتنقسم حسب عدد الغرف إلى معدة وحيدة الغرف مونولوكولار ستومك، ومعدة عديدة الغرف زي مالتي لوكولار ستومك زي الموجودة في المجترات، بتكون من 4 غرف رومن وورتيكولم وميزم وابوميزم. وبعد كده المعدة بتنقسم ايضا حسب نوع البطانة المخاطية according to lining mucous membrane الى simple stomach لما يكون mucous membrane holy glandular او غدي تماما، وcompound stomach لما يكون mucous membrane partly glandular وpartly non-glandular. السيمبل ستومك هتبقى موجوده في الدوج والكات، انما الكومباوند ستومك موجوده في الهورس والبيج والرومن. انت حسب الاثنين بيزس اوف كلاسيفيكيشن، يبقى انا عندي مونولوكولار سيمبل ستومك موجوده في الدوج، ومونولوكولار كومباوند ستومك موجوده في البيج والهورس، ومالتي لوكولار كومباوند ستومك هتبقى موجوده في الروميننس. برضه ممكن يا دكتور محمد في عجاله كده تدي الطلبه تقسيمه كده للور ريسبيراتوري تراكت كده يعني. هو احنا طبعا لو حبينا نتكلم عن اللنج هنلاقي ان احنا في عندنا طبعا في رايت لنج وليفت لنج. بالنسبه لو حبينا نتكلم عن اللنج كوصف اناتوميكال، فبنلاقي ان كل سايد بيتكون من في الحصان، هنبتدي في الحصان اللي هو الحيوان اللي هو الاستاندر اللي احنا بنشتغل عليه. هنلاقي ان احنا في عندنا ايتش لانج بتتكون من ايبيكال لوب او كرينيال لوب، ودي بتمثل لي الايبكس اوف دي لانج والدايفراماتيك لوب. بالنسبه في الرايت لانج بيبقى في عندنا لوب زياده بنسميه الاكسسوري لوب، والاكسسوري لوب ده بيبقى كونكتد مع الرايت دايفراماتيك لوب او الرايت كودال لوب اوف دي لانج. كل لانج بتتقسم الى لوبيولز او الى سيجمنتس، وكل سيجمنت بنعرفها ان هي سيركمسكرايبد اريا من اللانج، بتبقى بيراميدال ان شيب ليها بيز وليها ايبكس. البيز بتبقى موجوده ناحيه ال external surface of the lung، والابيكس بتبقى directed toward the pulmonary hilus او البلمونري هايلم او اللي هو مدخل الرئتين، اللي من خلاله بيدخل في عندنا طبعا التغذيه العصبيه والدمويه والاريشن اللي هو البرنسبل برونكس.
طبعا بالنسبه لل دكتور محمد بعد اذنك بس كمان الطلبه اصلا كده كده مذاكرين، فانا كان نفسي بس نقول لهم بوينتس سريعه، مثلا زي مثلا على سبيل المثال عدد اللوبز بتاعه الرايت لانج بتبقى 4 في كل الحيوانات ما عدا في الايه في الهورس 3، في الهورس 3 في الجمل 3 بس بيزيد عليها طبعا في الجمل، ان بيبقى في عندنا تراكيال برونكس دي بتعمل اريشن للرايت كرينيال لوب او الرايت كرينيال زي ما هو موجود في البيج والروميننس كمان برضه، انما الليفت لانج بيبقى فيها 2 لوبز بس، فيها 2 لوب كرينيال ده في كل الحيوانات كود اللوب بالظبط كده. ويبقوا عارفين ان الفص اللي ناقص فيه الحصان في الرايت لانج هو الايه الميدل او الميدل لوب، وده طبعا يعني ده بيعمل لنا رينجنج لصوت الهارت لو احنا عملنا اسكولتيشن للهارت من الرايت سايد. طب هو انا برضو عاوز اقول ان الطلبه عاوزين يشوفوا ايه، زي ما نكون كده احنا عاوزين نقول لهم على حاجات مهمه يعني، فاهمني؟ مش بنشرح من اول السنه يعني، فلو في حاجات مهمه مثلا هل يهتم بايه مثلا بروت اوف لانج ولا الاريا اوفيشن بتوين التو لانجز؟ ايوه طبعا احنا يعني ولا البرونكيال تري؟ ايوه طبعا يعني بالنسبه للاريا اوف اديشن دي موجوده في الميديا سانال سيرفيس اوف ذا لانج اوف هورس اونلي، ما بتبقاش موجوده في اي حيوان تاني. التراكيال برونكس بتبقى موجوده مينلي في اللانجز اوف ذا روميننس اند بيج. انا عندي هنا في لانج اوف روميننت هي مجسمه هي بالظبط يا دكتور، وادي الرايت اهو رايت كرينيال لوب، شايف الكاميرا جايباه ولا ايه؟ وبيخش له اللي هو تراكيال برونكس في المنطقه دي بالظبط يا دكتور. وبعدين في برضو من ضمن الكومباراتيف بوينتس اللي احنا بنلاحظها في اللانج بتاعه الكامل، ان احنا بنلاقي البيزل بوردر اوف ذا رايت اند ليفت لانجز بتبقى تحتوي على فرنج لايك ستراكشر، بيبقى من البلوره مميز ليها، البلوره بتبقى فيري كاركترايزد لللانج في حاله الكامل، ده بالاضافه الى ان اللوبيوليشن في حاله اللانج اوف ذا كامل بيبقى ديستنكت جدا، يعني عندنا الانتر لوبيولر كونكتيف تيشو بيبقى ثيك زي بالظبط في حاله الكتل. طبعا بالنسبه للسمول انيمالز بيبقى عندنا يا اما البيج يا اما الدوج والكات والشيب والجوت، بنقدر ان احنا نفرق ما بينهم عن طريق التراكيال برونكس، لو التراكيال برونكس موجوده بتبقى دي اللانج اوف بيج مباشره، طيب لو مش موجوده بنقدر ان احنا طبعا نعرف من عدد اللوبس. ان في حاله الشيب والجوت بيبقى عندنا عموما الرايت لانج بتبقى حجمها اكبر التلت من الليفت لانج، الرايت كرينيال لوب بتبقى ديفايدد الى 2 سيجمنت، كرينيال سيجمنت وكودر سيجمنت بكرينيال انتر لوبر فيشر، والدايفراماتيك لوب مقسومه عن الكودل سيجمنت اوف ذا رايت كرينيال لوب بالكودل انتر لوبر فيشر. تمام. اللي هو بينها وبين الميدل. بينها وبين الميدل بالظبط. انما الاكسسوري هيبقى ايه على الميديا؟ والاكسسوري بيبقى في الميديا ستاينال ريجون، وده طبعا بيبقى فيري ديب. وده بيعدي جواها طبعا الكودال فينا كافا مع الرايت فرينك نيرف. في سبيشال فولد اللي هو البلايكا فينيكا في. البلايكا في طبعا. تمام. تمام دكتور محمد. طيب بفكر برضو ابناء الطلاب بان الروميننت ستومك دي مالتي لوكولار كومباوند ستومك، وهي بتتكون من 4 غرف، رومن او كرش وريتيكولم شبكيه واوميزم او ورقيه وابوميزم او المنفحه، وبتشغل حوالي 3/4 الابدومينال كافيتي، انما الرومن لوحدها بتشغل حوالي نص الابدومينال كافيتي، وبتمتد من 7 سنتر كوستال سبيس الى مدخل الحوض، واخده كل الليفت هاف، يا دوبك سايبه حته صغيره قوي للسبلين او الطحال. الرومن او الكرش ده هو حوالي 80% من التوتال ستومك كاباستي في الاوكس، انما 71% من التوتال ستومك كاباستي في الشيب. الرومن ده هي من بره عليها رومينال جروفز، واوبزيت ليها رومينال بيلرز. الرومينال جروفز ده هي في رايت لونجيتودينال ورايت اكسسوري بيتقابلوا تاني، وبعدين بيحيطوا حته من سطح الكليه من سطح الرومن الايمن.
اسمه رومينال ايلاند او جزيره الكرش. في بعد كده في ليفت لونجتيودنال وليفت اكسسوري، وفي كرينال ترانسفيرس وكودال ترانسفيرس، وفي كوروناري جروفز، رايت دورزال كوروناري ورايت فنترال كوروناري وليفت دورزال كوروناري وليفت فنترال كوروناري. عدد الجروفز 10 وعدد البيلرز 10. كل الجروفز اللي موجوده اكسترنالي ريبريزنتد انترنالي باي بيلرز فيما عدا الرومان اورتيكولار جروف. اتفضل. اهلا، معانا اتصال غريب من الوادي الجديد. اهلا وسهلا. بصراحه انا اولا بشكر الدكتور محمد نزيه، الانسان الخلوق المحترم، الخبره والعلم وكل الجلسات اللي اجتمعت فيه، وانا من ابناء الوادي الجديد، انا مدير مدرسه. ولكن الحلقه جذبتني بالفعل، لان كل كلمه هو قالها بالفعل احنا محتاجين كم المعلومات الهائل الجميل جدا. ويمكن انا بنت اختي معيده في كليه الطب البيطري، وهو كل الناس بيكون فيه دكتور محمد نزيه بالنسبه لنا قامه وقيمه وحاجه جميله جدا 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 جدا. انا بشكر جدا على اهتمامه وطلبته واحترامه لابناء والطلاب واحتواء الدين. اشكرك يا فندم، لان هو انسان خلوق وبالفعل يعني هذا رجل مناسب في المكان المناسب. والمزيد من الحلقات العلميه اللي استفدت منها من الخبره، انا اي نعم مش تابع مجال الطب البيطري، ولكن انا استفدت كثير جدا من الحلقه اللي بتجحف بالفعل باشتياق. فنرجو منكم بالفعل التخفيف على الدكاتره المحترمين زي الدكتور محمد نزيه، خبره علميه. انا بكلمك من نص الصحراء من وادي الجديد اللي يمكن بعد كبير جدا عن القاهره، ولكن وجود هذا الرجل في مجتمع الواحات بالنسبه لنا اضاف حاجات كثيره جدا. فبنشكر ونشكر ونشكر ابناء الوقت جدا. العفو يا فندم، ده شرف لينا. انا الله يخليك يا فندم، ده شرف، شرف عظيم اعتز بيه يا فندم، ده شرف عظيم لينا على قناه جميله جدا بنتلحى باهتمام بكل برامجها وكل بتقدم لينا من ثقافه ومن علم معلومات. شكرا لكل القائمين على هذه البرامج وعلى القناه وكل اللي عاملين فيها، اخشى ان انسى اي حد. ومره ثانيه بشكر الدكتور محمد نزيه وبقول له بصراحه انت مدورنا دايما في الوادي الجديد ودايما بتزيدنا من علمك وثقافتك وادبك واخلاقك. شكرا ليك يا دكتور. شكرا، شكرا ليك يا فندم. يا فندم الشكر لله، وده يعني فوق ما استحق، وده وسام على صدري اعتز بيه، وانا يعني الشرف كله ان انا يعني شغال في محافظه الوادي الجديد. طبعا ده حاجه بتسعدني وتشرفني، وهي اللي اعطتني الصراحه يعني المكانه بتاعتي. شكرا لسيادتك الجزيله. يمكن معيده نانسي عادل مخلوف وسمرنا عادل مخلوف، طبعا بتشكر في حضرتك وبتقول بالفعل الراجل ده فاتح عينه على حاجات كتير جدا واضاف اضافات كبيره جدا، وهي وباقي كل يمكن الموجودين في الكليه. وانا بشكرك جدا جدا، وممكن بس شكر برضه للدكتور عبد الرزاق الرضاوي رئيس جامعه الوادي الجديد، ان هذه الجامعه فتحت لنا افاق كبيره جدا لاولادنا. وكنا في يوم من الايام في عندنا طب بيطري، وان شاء الله قريبا تتفتح يمكن كليه الطب البشري او الطب العام في الوادي الجديد. نشكر الحكومه ونشكر الدوله على هذا الاهتمام العلمي. ممكن لما نلقى فرصه الصحراء وتوصل لنا هذه الخبره العلميه والكليات اللي اضافت لنا كثير ووفرت على اولادنا يمكن المزيد كان من التعب والشقاء، فيمكن سفرهم لمحافظات اخرى بحثا عن العلم. فالناس دكاتره مهمين، وخير من يمثلهم الدكتور محمد نزيه. فانا انا عن نفسي بشكرك شخص خاص في سيادتك، وربنا يبارك فيك ويحفظ امثالك. وشكرا ليك وكل تحت شعار صح يا مصر، حفظ الله الجيش، حفظ الله الوطن. استاذ شكرا يا استاذ غريب، ونكمل مراجعتنا عشان وقت ابنائنا والطلاب. بعد كده الريتيكولم او الشبكيه موجوده كرينيال، يعني في حاجه اسمها ريلاتيف بوزيشن، الرومن تو ذا ليفت والريتيكولم كرينيالي، ميلي اون ذا ليفت تو ذا ليفت وذا ميديان بلين، بين الديافراجم وبين الايه وبين الرومن. الريتيكولم اسمها ريتيكولم عشان فيها هاني كامب ابيرنس، فيها ريتيكولار سيلز 4 اور 5 اور 6 سايدد ارياز. دي بيبقى لها ارتفاع، ارتفاع بيبقى 2 ل 3 ملم في الشيب و1 و12 ملم في الاوكس. الفري بوردر بتبقى سموث في الاوكس وسريتد في الشيب. اللارج روميننس او المجترات الكبيره زي الابقار والجاموس بتاكل بلسانها، ممكن خطا تاكل مسمار او سلك من غير ما تكتشفه. مع انقباضات الرومن والريتيكولم، في الريتيكولم بالذات يتحشر السلك او المسمار ده هو، ويعمل حاجه اسمها تروماتيك ريتيكولايتس او التهاب الشبكيه الوغزي. وبعدين الشبكيه قدامها الحجاب الحاجز على طول، يوم يثقب الحجاب الحاجز بعدين يوصل لغشاء الطابور، ممكن حيوان يموت. بيبقى له اعراض، طبعا بننبه الطلبه بتوعنا ان طبعا ايه لو هي لسه في الايه في الرومن ممكن يبلع
مغناطيس عشان يلم الحاجات دي، ويمكن يفتح البطن من الليفت فلانك ريجون او الخاصره اليسرى، ويستخرج الايه السلك ده او المسمار قبل ما يثقب الحجاب الحاجز ويوصل للقلب. ثالث غرفه يا دكتور محمد طبعا اللي هي الاوميزم او الايه الورقيه. الاوميزم دي فيها اوميزا ليف، دي عامله زي الايه الاجنده او الكراسه كده، ام التلفيف. القبه او ذات التلفيف او الورقيه، كل دي مرادفات. دي بتزود السيرفس اريا بتاع الميوكاس ممبرين، وبيخش ما بينها الاكل، بتركز الاكل قوي وتمتص الميه منه وتهرسه كويس قوي عشان تقلل حجمه ويروح كميه صغيره للابوميزم الغرفه الرابعه اللي هي الوحيده الغديه. كل الثلاثه الاولين رومن وورتيكولم واوميزم كانوا نون جلاندولار، ويروحوا للغرفه الرابعه اللي هي الابوميزم اللي تفرز انزيمات الهضمه. وبعدين نبص نلاقي الابوميزم دي تشبه السيمبل استومك اوف دوج، وبعدين تفتح بالبيلورس او فتحه البواب على الاثنى عشر، وفيها برضو ترس بيلوري او مرتفع بوابي برومينانس من سموز ماسل وفات اوجمنت او هيلب زويك بيلوريك سفنكتر، بيساعد العصيره البوابيه الضعيفه، وده ايضا موجود في فتح البواب بتاعه الايه بتاعه البيج ايضا. ويستمر منها السمول انتستين. لو حضرتك حابب تكلمنا عن السمول انتستين كديودرام وجيجرام وإليام او تشارك معايا طبعا هو يحصل لي الشرف طبعا يا استاذنا، ويعني بس هو في عجاله يعني بدون يعني مجاملات عشان بس لا العفو يا استاذنا طبعا شويه هيقول لي فضل اسمه الانتستين. ده الجزء الاول من اجزاء الانتستين، وبتكون من ثلاث اجزاء، الديودينم او الاثنى عشر باللغه العربيه، وهو طبعا متاخد من الهيومن ترمينولوجي. والتاني جزء او اكبر جزء في السمول انتستين اللي هو الجوجينم، وبالمناسبه الديودينم هو الفيكسد بارت اوف سمول انتستين. الديودينم هو الفيكسد بارت اوف سمول انتستين زي ما حضرتك قلت فعلا، علشان بيبقى في شورت ميزو ديودينم، انما الجيجينم والاليام بيبقى اسمهم اللي ايه موبايل بارت، علشان لهم لونج ميزو جيجينم اند ميزو اليام. الصائم اسمه صائم لان كل ما يفتحوه بعد الوفاه دكتور محمد يلاقوه فاضي من الاكل. بالظبط. ليه بقى؟ لان انزيمات الهضم خلصت قبله. بالظبط. اتفرزت في الاستومك واتفرزت في كرينال بارت اوف ديودينم من الكبد ومن البنكرياس، واتفرزت من الصب ميكوزا ديودينال جلاندس او برونر جلاندس. فاذا الجيجرام ده مكان امتصاص. بالظبط. فحاجه من اثنين، يا اما اكل اتهضم ويمتص، يا اما اكل ما اتهضمش ورايح على الاليوم او اللافئ في الجزء الاخير. بالزبط. عشان يروح لارج انتستين علشان يطرد خارج الجسم. وبنفكر ابنائنا الطلاب ان الديودرام بتكون من كرينيال بارت، ده بيبقى في حضن الفيسرال سيرفس اوف ذا ليفر، وبيبقى فيه امبولا ديودناي، وبعدين كرينال ديودنال فليكشر وديسندنج ديودرام، وفي كودال ديودنال فليكشر واسندنج ديودرام طالعه للامام في الكوادري بيت في رباعي القدم، انما في الانسان طالعه لفوق. وبعدين ايه بتستطيل الميزنتري بتاعتها الميزو ديودرام، يحصل لها صدر الونجيشن، يوم يحصل الايه ديودرام جيجنال فليكشر، وبعدين الجيجنام، وبعدين ينتهي بالاليام. الاليام بيميزوه يا دكتور محمد طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا، وبنفكر ابنائنا الطلاب ان هو له سيكر وول عن الجيجنام، وله نارور ليومن. أيوة. واتاتش للسيكم باليوسيكال ايه باليوسيكال ليجامنت. في الياك سفنكتر طبعا مش اي حاجه بتعدي كده على طول، لا لازم تستنى على ما يحصل الامتصاص، والا الحيوان او الانسان ما يستفيدش من الاكل اللي ايه اللي اكله. ولو عاوز تضيف حاجه قبل ما نطلع فاصل ونيجي نكمل اخر الجسد. حاجه بس كومباراتيف ان الاليام بيفتح بفتحه واحده مع السيكم في حاله الهورس اللي هي الاليوسيكال اوبننج، وفي جميع الحيوانات بالاليوسيكو كوليك اوبننج. ده ليه بقى؟ علشان يرغم الاكل على البقاء في السيكم فتره، لان الهورس بيوصف ان هو هاند جات فيرمنتر او بيعمل تخمر في الهاند جات في السيكم بتاعه. تمام. انما الرومينانت بيسموها فور جات فيرمنتر او بيحصل تخمر في الفور جات اللي هي الرومن وريتيكولم. فلو كان بيفتح على طول كده ما كانش حصل، انما الاكل بيتحبس. يعني في حاجه اسمها اليوسيكال اوبرنج وفي سيكو كوليك، وهما الاثنين سفنكتر بينهم 7.5 سم من الداخل. ده كده بنستاذن مخرجنا نطلع فاصل، وخليكم معانا اعزائي المشاهدين واعزائي الطلاب، اوعوا تروحوا في اي حته. Thank you.
ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نكمل مراجعه ليله الامتحان مع ضيفي الاستاذ الدكتور محمد نزيه استاذ التشريح بكليه الطب البيطري جامعه الوادي الجديد. وكنا وقفنا عند الايه اللارج انتستين. اللارج انتستين بيتكون من سيكم وكولون وريكتم. السيكم موجود في الرايت فلانك برضو، بعدها في الايه في البيج بيبقى في الليفت فلانك او في الخاصره اليسرى. في حيوانين في السيكم بتاعهم في سكوليشن وهوسترا اللي هم الهورس والبيج. في الهورس في اربعه تينيا واربعه روز اوف سكوليشن، انما في البيج في ثلاثه وثلاثه. انما السيكم بتاع الدوج بيبقى ساكلو سكرو شيب، وبتاع الايه وبتاع الاوكس بيبقى شكله سلايت اس شيب كده. بعد كده الاسندنج كولون طبعا في سيمبل فورم في الدوج اللي هو ايه ستريت تيوب توزرايت اوف ذا ميديان بلين باسل سكرينيالي. انما ده هو بيتحور في حيوانات اخرى عشان يبقى دبليو شيبد في الهورس. رايت فينترال ليفت فينترال ليفت دورزال رايت دورزال بدا رايت وانتهى رايت. وبيعمل سبايرال لوب في حاله البيج سنتريبيتال كويلز وسنتريفيوجال كويل بينهم سنترال كوليك فليكشر. سنتري بيتال كويلز فيها اثنين تينيا واثنين سكيوليشن، انما سنتريفيوجال ما فيهاش لا تينيا ولا سكيوليشن. انما في حاله الروميننت ببص الاقي يعمل بروكسيمال لوب مكونه من فينترال جايروس وميدل جايروس ودورزال جايروس وسبايرال لوب من سنتريبيتال وسنترال كوليك فليكشر وسنتريفيوجال كويلز. وديستال لوب بتتكون من دورزال جايروس وفينترال جايروس وبعدين الترانسفيرس كولون اللي هو في كل الحملات بيعبر البطن ترانسفيرس فروم رايت تو ليفت ان فرونت اوف كرينيال ميزنتريك ارتري. انما يا دكتور بقى لو عايز تقول لهم حاجه على الايه الديسندنج كولون والريكتم في عجاله. طبعا الديسندنج كولون ده بيبقى الجزء الاخير من اللارج انتستين اللي بنسميه السمول كولون، وده بيبقى هانجد مع الدرس الابدومينال وول بسبيشال فولد من البريتونيوم بنسميه الميزوكولون ديسندنس. في الهورس بيبقى عليه اثنين رو اوف تني واثنين رو اوف سكيوليشن، وده بيدينا الكاركترستيك فيتشرز اوف ذا فيكال ماتر اوف ذا هورس. بالنسبه في حاله طبعا الكاتل بيبقى في عندنا الديسندنج كولون بيعمل لنا حاجه بنسميها اس شيب سيجمويد، وده بيخلينا يبقى فيه سهوله في عمليه الريكتال فالبيشن في الابقار. بيقدر يطول اليوترس يعني بالظبط كده. بالظبط يا استاذنا. تمام. وبكده هنبص نلاقي بقى اللارج انتستين في حاله الهورس بيبقى فيها امبولا ديودناي، ماشي امبولا ديودناي، وفي امبولا كولاي اللي هو الرايت دورزال كولون، وفي امبولا ريكتاي 3 امبولي موجودين في الايه في اللارج انتستين او في الانتستين كلها سمول ولارج انتستين بتوع الهورس. طبعا كان لسه فاضل بقى ليفر وبنكرياس، فتابعونا على قناه اليوتيوب حاتم بهجات https://youtube.com/c/hatmbahgat علشان نكمل المراجعه مع بعض. ونتمنى لكم النجاح والتوفيق سواء كان جامعه بنها او جامعه الوادي الجديد او كل الجامعات المصريه ال 18 والجامعات العربيه وعشاق الاناتومي فوق كل ارض وتحت كل سماء. حيي طلابك يا دكتور محمد ونختم الحلقه. حيي طلابي طلاب الفرقه الثانيه كليه طب البيطري الوادي الجديد وجميع طلاب الطب البيطري في الجمهوريه من شمالها لجنوبها ومشرقها الى غربها. وبوجه التحيه طبعا لاستاذي الفاضل استاذ الدكتور حاتم بهجات. الله يخليك على هذه الاستضافه طبعا. الله يخليك تسلم. الله يخليك. يسعدني ويشرفني طبعا. الله يخليك. وبرضه بوجه التحيه والشكر والتقدير الف شكر. وفكر جميع المشاهدين ان بصحه الحيوان مشاكل صحتنا محلوله. بيطري عاليه فوق ومهنتي الاولى ومهنه الدكتور محمد نزيه الاولى ايضا. طبعا اشكركم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.